استاذ احمد زكي، صباح الخير. صباح الخير يا زحمة. والله انا عاجبني ان انت يعني ايه مهتم بالورده اللي قدامك وجايب. لا يا زحمة، دي مش وردة، امال دي ايه؟ ده دي نعناع. ريحان. ما انا عارف ان مش ريحان ورده، بس يعني تمام، ريحان ونعناع تمام. فانا حلو. اي حد بيدخل عندي المكتب هنا اقول له ايه؟ اقول له شم كده، اعمل كده. قال لي مش شم، اقول له اطلع بره. يعني ده انا اقول له اختبار. اطلع بره على طول. طب يا اخوانا، الاستاذ احمد زكي اخترع اختبار لامراض الكورونا، يعني ده عشان تعرف اللي قدامك ده مصاب ولا مش مصاب. ايوه، اول ما بحس ان هو اقول له، اول ما يدخل عندي اقول له شم كده، يروح عامل كده يقول لي مش شامم، اقول له اطلع بره. يعني مش شامم، يطلع بقى على طول كده. كده يبقى في عرض من اعراض كورونا، فقد حاسه الشم. اخوانا طب يا ريت احنا كمان نعمل الكلام ده في البيوت، يعني اول ما اخش عندك شم شمش اطلع بره على طول. اطلع بره على طول، يعني يا اما يعني علق له حاجه على الباب جوه، انا بالظبط. فاهم، اقول له شم. ريحتها ايه؟ ريحتها حلوه. قال لك ريحتها حلوه يبقى تمام، سليم ادخل. يا اخوانا مش شام يبقى اطلع بره، ما تجيش هنا. اخوانا احنا دي حاجه طريفه طبعا، بس احنا برضو لا انا يعني بنفذها بجد والله، احنا يعني حابين بطلع نعمل توعيه للناس، يعني حتى بشكل طريف كده. شم ما مش، اطلع بره وسيب الورده مكانها، ولو سمحت ما تجيش هنا تاني. ماشي. اشكرك جدا استاذ احمد.